يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سئل الإنسان عن أشخاص عن أدائهم للصلاة، يقول إذا سئل إنسان عن أشخاص هل يؤدون الصلاة وعهدي بهم بعيد، فهل يجوز لي أن أشهد أنهم يصلون؟ لا، لا تشهد أنهم يصلون، ما تعرفهم ولا تدري عن حالهم حاضرا، إلا إن قلت أنا خبرهم من أول يصلون، وهاشي ما أدري عنهم، إذا بينت الواقع فأنا خبرهم يصلون من عهد كذا، أما الآن ما أدري عنهم، هل تبينت الآن؟ نعم.